الجماعه اللي كانوا في بئر الحد او في اي منطقه من مناطق سيناء الحبيبه اللي هي مفروض ارض مقدسه لا تقل قداسه عن مكه والمدينه والقدس، ده ربنا اللي قدسها. واحنا في سوره طه لما ربنا بيقول لسيدنا موسى عليه السلام اخنع عليك انك بالوادي المقدس طوى، دي جريمة لا تقل بشاعة عن ارتكابها في الحرم المكي أو الحرم المدني أو المسجد الأقصى بنص القرآن، لأن ده وادي مقدس. اخلع عن عليك أنك بالوادي المقدس طوى. فهنا حضرتك هؤلاء استحلوا دماء معصومة اللي هي دماء الجنود. ربنا قال يبقى في سورة البقرة برضو عن هؤلاء وبيرسم لنا ربنا، بس هقول إيه، قال الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، الكلام الإنشاء اللي بيقوله بقى إقامة دولة إسلامية ودولة دينية ومش عارف إيه وتحرير بيت المقدس وبالملايين والكلام الفارغ اللي هم بيقولوه. سليم هذه الشعارات ربنا بيقول بقى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه بالمظلومية، اللي دايما يروحوا بقى للمؤسسات والحقوقيين ومش عارف ايه وانهم مضطهدين. اشوف بقى ربنا بينبأنا ازاي، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، اهو ده اسمه لدد الخصومة، واذا تولى، ده لسه الايات، سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. يجي يقول له يضحك عليه يقول له ده احنا نطبق شريعه، يا اخي طبقها على نفسك، طبقها على نفسك انك تحترم الرسول، ان دماءكم واعراضكم واموالكم عليكم حرام، طبقها على نفسك الاول. ها يبقى هنا ايه ربنا بيقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها، بدل ما يصوم في رمضان ويعظم رمضان اللي بيتسلسل فيه شياطين الجن، يطلع شياطين الانس ويردوا الامر على الرسول، يا باغي الخير اكبر ويا باغي الشر اقصر، يضربوا بكلام الرسول عرض الحائط، وده كله امارات ارتدادهم وخروجهم عن المله. يبقى هنا ايه، واذا وهو ألد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، واذا قيل له اتق الله، ده بلدك، ده إخوانك، ده إنسان، أبدا أخذته العزة بالإسم. ليه؟ لأن الإخوان فاكر نفسه هو المسلم الوحيد، السلف الجهادي فاكر نفسه هو المسلم الوحيد، الداعشي فاكر نفسه المسلم الوحيد. والله 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 هؤلاء تحركهم أصابع الموساد الصهيوني غير حانس، لأنهم يريدون إضعاف وإنهاك خير أجناد الأرض، الجيش المصري اللي هو الرسول بشر به ستكون فتنة أسلم الناس فيها الجند الغربي اللي هو جند مصر. هتقول لي طب والجند الغربي جبتها منين؟ من القرآن، من سورة القصص، اما ربنا بيقول للنبي محمد وما كنت بجانب الغربي إذ أوحينا إلى موسى الأمر، إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، اللي هو طور سيناء. طور سيناء ده الجريمة مش بشعة في إزهاق عدد من البواسل، ده الجريمة يا فندم انهم طوحوا بالاسلام وداسوه بالاقدام، مش مسألة احنا مواكب الشهداء عندنا لا يفوت في عضدنا، مصر ولادة ومصر مش هتنكسر ومصر مش هتعلن الحداد، مصر تعلن التحدي، مصر مش في حداد، مصر تعلن التحدي، لأن كما النبي ابتلي في أحد وكذا وصبر وبدل الله تعالى العسر إلى يسر، وكما أن النبي حوصر من الأحزاب، وفي عندنا سورة الأحزاب ربنا أرسل جنودا لم تروها، وربنا سيرسل جنودا، أولا جنودنا البواسل وجنودا لن نراها، وسيصرف هؤلاء إلى نار جهنم اللي هم اعتدوا على خير أجناد